طب واللي قبل كده ما كانش علنيه؟ كان علنيه، وبرضه صححوا المعلومه دي في قرايتكم لكتب السير اللي موجوده حتى الان بتاعتنا، يقول لك الثلاث سنين الاولين دعوه سريه. لا، هي مش الدعوه السريه، صححوا المعلومه على مسؤوليتي انا، دي اسمها الدعوه الفرديه وليس الدعوه السريه، لانه لا سر في الاسلام، لان ربنا قال له فاصدع بما تؤمر من اول يوم، قال له اقرا، فانا بقارئ اقرا. فراح قرا الرسول عليه السلام اول ما جاله جبريل اول مره، راح لفين؟ راح لخليل، مش كده؟ قرا عليها اللي قرا اللي خده ولا لا؟ قال لها خليه سر بيني وبينك وما تقوليش لحد. ده هي خدوها، تعالى لا ورقه بن نوفل. راح لورقه بن نوفل اللي هو ابن عم خديجه، وكان عالما من علماء النصرانيه في ذلك الوقت ويعلم بالكتب السابقه. فلما راحوا له وعرض عليه قال له ما جئت به هو ما جاء به الناموس الذي جاء به موسى وعيسى من قبل، وسيخرجك قومك، ليتني اكون معك فانصرك يومها نصرا عزيزا مؤزرا. قال له او مخرجيهم هيطلعوني من بيتي؟ قال له اي، وما من نبي ولا رسول بعثه الله الا واخرجه القوم، يا ليتني اكون معك حتى انصرك نصرا عزيزا. فكان ده طلع بره البيت ولا لا؟ راح فشى السر ولا ما فشهوش؟ راح قال لورقه بن نوفل اللي على غير دين الاسلام وعرض عليه الوحي اللي نزل ولا لا؟ يبقى دي علنيه ولا كانت سر؟ وبعدين لما قال له ليتني اكون معك، معنى كده انه اول واحد اسلم من غير المسلمين من النصارى على ايده، واسلمت خديجه واسلمت بناتها الثلاثه رقيه وزينب وام كلثوم. الله، ثم ياتي علي الرسول يعرض عليه الاسلام، يعرض عليه الاسلام بعدين يقول له يا علي بعثني الله عز وجل لتشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وان تخلع عنك الانداد الاصنام وما يعبد من دون الله عز وجل، خلي كل طلبك من ربنا، كل علاقتك بالله عز وجل. وكان علي ايه؟ صبي صغير يعني في مستوى اعدادي كده لسه صندوق. فقال له يا بني ان شئت تكتم ان خشيت اباك، كنت خايف من ابوك لا يعلقك ويضربك، ها خلي الموضوع ده بيني وبينك، لان كان في الوقت ده كان سيدنا علي في كفاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لان ابو طالب كان عنده اولاد كتير والحاله عنده الماديه مش متوسره قوي قوي قوي. فالرسول عليه السلام عرض عليه ان يربي له من اولاده من يخفف عنه الحمل، فكان من نصيبه علي بن ابي طالب. فالرسول قال له اني هتتبعني بس اكتب اذا كنت خايف من ابوك عشان ما اعملكش مشكله بينك وبين ابوك. تاني يوم بعد ما قال له الكلام دوت، علي بن ابي طالب قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وخلعت عن عنق الانداد، مش عابد اصنام ولا حاجه. قال له طب ما سالتش ابوك؟ قال له لا. قال له انا فكرت في الموضوع. قلت ايه؟ قال فكرت في الموضوع كيف استاذن ابي وهو لم يخلقني في عباده ربي الذي خلقني؟ هو انا راح اخد اذن من ابويا اقول له يا اللي ما خلقتنيش اعبد ربنا اللي خلاني ولا ما اعبدوش؟ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فكانت هذه الجراه وهذه القوه في الايمان من علي خلال 24 ساعة، أبو بكر الصديق يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه اسم، يقول له يقولون أنك تسفه آباءنا وآلهتنا. بيقول عليك كذا، إيه رأيك؟ ما دام بيقول عليه يبقى معنى كده كان علنية ولا كان سرا؟ علنية. علنية. طب أبو بكر كمان لما يجي والرسول يعرض عليه علنية ولا سرا؟ علنية. يبقى الناس عارفة مشركي مكة كفار إنه بيقولوا الرسول، يبقى في علنية. وابو بكر عارف كمان انه بيقولون رسول، فلما بيسالوا بقى بيقول له عليك كذا، فقال اني ادعوهم الى خلع الانداد وعباده الله وحده، اتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، انا عمري اصلا ما عبدتش الانداد دي ولا اصلا بعمل لها اعتبار عندي. فاسلم ابو بكر. خلال 24 ساعه كان جايب 10 من الصحابه اللي هم اوائل الصحابه اللي اسلموا، دخلوا في الاسلام، ومنهم عثمان بن عفان وسعد بن ابو وقاص عبد الرحمن بن عوف، كل العشر الاوائل دول، وطلحه والزبير. شوف
10